شو صار لك؟ ردي علي بسم الله. أهان كارتيك تعال. شو صار لستي؟ ستي ردي علي شو صار؟ ستي ستي اشربي. اصحي مرت عمي. ستي دخيلك يا قدير. في شي بشع ومو منيح ابدا هلا رح يصير. يا ربي سامحنا يا رب سامحنا يا رب سامحنا. شو عم تحكي؟ شوفي ردي علي. ابني انا كنت شايفة السعادة على وشك بعد كل الزعل اللي مرقت فيه. اليوم اكتشفت ليش نحنا هيك منحوسين هيك. ليش هيك عم تحكي؟ لا تقلقي كوني قوية اكيد في حل. شو صار جيني؟ ما بعرف صار له. ليش عم تبكي هاي؟ بس فهميني شبك. شوفي قليلي امي ليش هيك ستي عم تعمل؟ خالتي احكي لي شو صار. احكي. الكاهن قال انه في طاقة سلبية عند إشكي. قال انه اذا بيصير هذا الزواج بيصير موت. انا خسرت ابني يا ربي. ما بدي اخسر حفيدي هلا. ما بقدر اتحمل هالخساره ما بقدر. بس لو سمحت ما في علاج لها؟ لا ما في حل. حسب طاقه البنت ممكن تترمل اذا بيتجوزوا هلا. والحل لازم تخضع لامتحان قبول الآلهة، وإذا نجحت بالامتحان بيزول الخطر وبتصير حياتهم آمنة تماما. إشكي انتي بتوافقي على هذا الحل؟ لا ما بوافق. يعني إذا تزوج الشجرة رح ترضي؟ وقبل زواجها من أخي رح تنطر لتنقطع أو توقع الشجرة لحتى تتطلق مثلا؟ أنت خراس يا غبي. هذا الشي ما بينمزح فيه. أنا بعرف إشكي عصرية ما رح تقبل. بس إذا هي ما وافقت على العرس ساعتها هي رح تخليك تروح مني. شو أعمل؟ أنا ما عم بقدر أتحمل يا ابني. ستي شو هذا الحكي اللي عم تقولي؟ كارتيك سكوت إشكي أنت رح تعملي هالعلاج مو؟ ماما شو هالحكي الفاضي اللي عم تقوله؟ ما فيك تضل ساكت؟ نحن الكبار عم نحكي. أنت ما بتقدر تعرف قديش هالشي ضروري. هالشي عن جد غريب. بس لا تزعلي ست دورجا. إشكي راح توافق؟ لا ما بوافق. إشكي استني شوي. إشكي كنت بعرف أنه ما راح توافق. اقنع يا ابني ما رح تتجاهل كلامك. اقنع. أنا بالأساس خسرت ابني وما فيني أخسر حفيدي. ما رح أقدر أعيش من دونك يا ابني. اقنع حبيبي. خلص رح أحكي مع إشكي أكيد رح توافق. إيه؟ اقنع. رح ارجع فورا ما بطول. انتبهي عليها. حماتي اهدي وطولي بالك شوي كل شي رح ينحل اكيد.
بشكي اسمعيني شوي. خالتي بترجاكي، على الأقل أنت وقفي معي. ليكي بنتي، بعرف هالشي غريب عليكي وأنت ما بتآمني فيه، بس إذا أنت عملتي هاي الطقوس البسيطة مشان ترضيهم وتساعديهم، شو فيها يا بنتي؟ طيب رح أتزوج، جيبي لي شي شجرة متعلمة وتكون لطيفة وموظفة كمان ورح أتزوجها. شجرة مثالية. شو نوع الشجرة؟ نيم؟ لا لا، شجرة النيم ما بتنفع. المانجا؟ إذا الزوج حلو بيكون أحسن. ما؟ إشكي اسمعيني شو بنتي. بدي اسمع، نحن البنات ما عنا كرامة بهذا البلد أبدا، أو نحن انولدنا بس لنكون مسخرة بالمجتمع. قال في عيب ببرجي، ومشان هيك بتزوج شجرة وكل شي بينحل. لو المنطق سمع هذا الشي رح ينتحر. شو هذا الحكي الفاضي خالتي؟ بدي يكون مدام أهان فير مالهوترا، ما أكون مدام للشجرة. أي حبيبتي، هذا الشيء ما أنه منطقي، بعرف هالشي، بس كرمال ستي ليكي هي وافقت على زواجنا، أنت بس احترمي رأيها شوي. هي وافقت على زواجنا وأنا رح أهتم فيها كل حياتي، رح كون أحسن كني، بس أنا عندي وجهة نظري واحترامي. شو بقوله؟ أنا مرته للشجرة؟ ولما حدا بيضرب حجار على أي شجرة شو لازم أعمل؟ واجههم بالعصاية وقول لهم لا تقتلوا زوجي؟ ما عم أطلب تغيري وجهة نظرك، أنا بس عم قلك إنه وافقي على طلب ستي. ليش ما عم تقبلي؟ هي حاسة إنه في عيب ببرجك بس. هالشي مو أنا يلي كتبته، كيف ممكن يكون هاد؟ غلطي أنا لحالي. ما قلت هيك أبداً، تفكيرك ومنطقك صحيح 100%، بس ستي عندها أسبابها. هي خسرت ابنها وشافت ابنها قدامها ميت، لهيك لما بيتعلق الموضوع بسلامة أحفادها تنسى المنطق شوي. يلي عم تطلبه منك عملي كتسلاية مو أكتر. لساتني بتذكر بعد موت أبي ستي كانت تبكي كل الليل، كانت تحس إنه هي السبب بموته، حست إنه لو عملت الطقوس وراقبت للصيام ما كان مات. أنا آسفة. لا أنا آسف، هاد مانو غلطك أنت، ومع هالشي أنا اللي عم بتعاقب. بس قليلي ليش عم تعملي قصة؟ لأنها قصة كتير كبيرة، مو أنت اللي رح تتزوج شجرة، لهيك مو مشكلتك هي. لو الموضوع متعلق بسلامتك رح كون جاهز لأي شيء، صدقيني حتى لو كان غبي ومانو منطقي. يعني طلب ستي مو غلطة بالنسبة لإلي. لو سمحتي إشكي، بس فكري بهالشي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.